الان على الهلال عشان نحمي فيه، لكن مش عارفين ايه كيف ننام. اطفال بتتصربع، النسوان بتتصربع، اختياري بتتصربع، في مرضى، في عيانين، احنا مش عارفين وين نروح وين نيجي. الدور طلعتونا منها، الهلال هلال برضه في خوف وفي رعب، يعني الصواريخ بتلتم علينا مش عارفين وين نقعد. هذه مش حياه، احنا بدنا مكان امن لاطفالنا. موجود في مستشفى القدس، وقاموا من الساعة تقريبا الساعة 7 أو أقل بالقذائف على منطقة هذه سندير محيط المستشفى القدس، ومفيش نوم ومفيش ارتباك، كل مع الأطفال الصغار وكل بعيط وكل هذا. احنا حاليا بنطالب وقف اطلاق النار، اهم شيء. احنا جماعه مش قادرين نتحمل، احنا اليوم 27 28 يوم موت،